الجيل بلازما هي احدث تكنولوجي لشد الجلد بتعتمد على الار اف مع الهيليوم. عن طريق فتحات صغيرة في الجلد بنقدر ندخل بجهاز الجي بلازما تحت الجلد بدون استعمال المشط او بدون الجراحة. الراديو فريكونسي بيبتدي يشتغل مع الليكويد هيليوم بتطلع سباركس اسمها البلازما. البلازما بتساعد على تسخين الانسجة من تحت الجلد، بتساعد على انكماشها فبتشد الجلد. سواء كانت ببنج موضعي في العيادة او كلي او نصي في المستشفى. وفي نفس الوقت الاكسس هيليوم اللي موجود بيساعد على تبريد المنطقه اللي احنا بنشدها، وده بيدينا عده مميزات. بيدي سيفتي اكتر من اي اجهزه ثانيه، بنشتغل اكثر امانا والمده اطول وعلى منطقه اقوى، زائد انها الحراره اللي طالعه منها بتبقى بريسايز جدا، بتولد نوع من انواع التحفيز لخلايا الفايبروبلاست انها تفرز مور كولاجين والستريه عشان ناخد مور كونتراكشن او مور تايتننج للجلد. مميزات الجي بلازما ان احنا بنشوف نتيجه فوريه على ترابيزه العمليات، اون سبوت بنشوف حوالي 40 او 50% من التحسن، والنتيجه دي بتفضل تزيد تدريجيا من 6-9 شهور عشان نوصل للاوبتيمم افكت بتاعها. من اكتر الاماكن اللي جيب لازم عمل لي فيها حل جذري بدون جراحه هي اماكن تهدد الذراعين، اماكن تهدد البطن، الافخاد الداخليه والافخاد الاماميه والخلفيه ومنطقه المؤخره. مكونات الجيب لازم بيحصل فيها ابديت يوم عن يوم، واحنا دايما في يس كلينك بنبقى اب تو ديت لبروتوكول الجيب لازم الجديد.